أكبر سفينة خشبية في العالم، وبدأ التصنيع فيها تقريبا قبل 4 سنوات، والحمد لله توفقنا اليوم واجتزنا الرقم القياسي، واليوم أصبحنا نحن رقم 1 في دبي دولة الإمارات بالسفينة هذه اللي هي اسمها عبيد على اسم الوالد رحمة الله عليه، تخليدا الاسم هو والجيل اللي وياه من الأساتذة اللي كانوا يصنعون هالسفن. مقاسات السفينة الطول 301 فوت، العرض 66.5 تقريبا، وتشتغل على محركات 2، وبتكون إن شاء الله تجارية. بس الهدف منها هي أكثر ما أن تصنيع سفينة عادية، الهدف أنه حفاظ على التراث من الاندثار. ولدي الصغير عبيد وهو عمره 12 سنة شارك في صناعة هالسفينة، اشتغل بيديه، وحبيت أقدم له شكر خاص.